مشاهدين الأعزاء، دعوني أستضيف معي عبر الهاتف أخو الفتاة التي قتلت في هذه الظروف. معنا عبد العزيز يحيى أحمد مهدي. مرحبا فيك عبد العزيز، وعظم الله لكم الأجر. حياك الله يا أخي، وحياكم الله جميعا، وأحيي المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك يا عبد العزيز. فعلا خبر مؤلم وقصة مرعبة تابعها الناس جميعا، ولذلك تحولت إلى قضية رأي عام وتناولها الجميع. هل يمكن أن تخبرنا في البداية إلى أين وصلت القضية الآن؟ أين هي القضية؟ هل تتم الملاحقة للمتورطين فيها، وهل هي في المحكمة؟ القضية الحين هي في النيابة، في النيابة الجزائية. القضية في النيابة الجزائية. طيب، هل هناك محام يتابع وراء هذه القضية لضمان سير العدالة؟ إن شاء الله في محامي، وإحنا نتابع يا أخي. والقضية هذه يا أخي قضية يعني جريمة بشكل لحد، يعني ما حد يتصور. يعني يا أخي البنت هذه ظلموها أخوانها وأبوها. نعم، ظلموها يا أخي وعذبوها، ويعني وتعبوها، يعني عذبوها عذاب لا يرضى الله ولا رسوله ولا قد وقعت في التاريخ أبدا مثل هذه الجريمة. يعني تقول أن إخوانها وأبوها عذبوها، وأنت أيضا أخوها، فما هي العلاقة التي تجمعكم في هذه العائلة؟ أنا أخوها من أب، واللي عذبوها أخوانها من أم وأب. ها نعم، هنا نريد فقط أن نصحح المعلومة، أنت أخوها من أبوها. أنا أخوها من أبوها. نعم، طيب ما هي العلاقة التي تجمعكم بوالدكم؟ عذبوها وضربوها وخنقوها وشنقوها، هم أخوانها من أم وأب. طيب، ما هي العلاقة التي تجمعكم بوالدكم وإخوانكم طوال الفترات أو السنين الماضية؟ كيف كانت علاقتكم؟ علاقتنا أبي هذا يعني، وعاد إحنا صغار لم يستعرف بنا إن إحنا عياله. من وقت ما طلق أمي، وهو لم يستعرف بنا ولا يقول نحن عياله. يعني والدكم الآن هذا الذي تحدث بأنه أمر بإخوان، نعم، الذي أمر إخوانكم من أب أن يقوموا بتعذيبها وقتلها، أين هو الآن؟ هو في مكة، مقترب له من 16 سنة. طيب، هل تحركت السلطات السعودية هناك بالتنسيق مع النيابة؟ البنت هذه يتيمة توفت، وعمرها يعني عمرها حوالي سنتين أو سنة عمر البنت اللي عذبوها. أمها متوفية بمرض السرطان. لا حول ولا قوة. الله يرحمها. يعني أمها يعني أصبحت يتيمة الأم وهي بعمر السنتين. ها؟ أصبحت يتيمة الأم وهي بعمر السنتين. نعم، وأبوها مغترب وعاده، يعني وعاده في بطن أمها. طيب، كيف كان تواصلكم معها طوال السنين الماضية؟ لأن هناك معلومات تقول بأنه كان يتم تعذيبها وامتهانها وحرمانها من التعليم، وعانت صنوف المعاناة والعذاب. نعم، أحرموها من التعليم وأحرموها من جميع حقوق الحياة. هي محرومة، يعني جالسة خدامة لأخوانها، لحريم أخوانها ولأخوانها، أخوانها اللي هم الأشقاء، أخوانها الأشقاء، ومانع لها أن لا تكلم إحنا، ولا يعني ومانع لنا يعني لا نكلمها، ومانع علينا التواصل معها نهائيا. يقال أيضا أن السبب في تعذيبهم لها وأخذهم إلى بيت مهجور، هذا البيت الذي قتلت فيه، كان بسبب رغبتها في القدوم إليكم إلى صنعاء، هل هذا صحيح؟ نعم، وهذا الكلام حقيقي. هي انقتلت لأساس إنه قالت بس روح عند أخوانها، يعني عندي أنا وأخي جمال لا صنعاء، وهم قتلوها. طيب، كيف أريد أن أستمع إلى الشعور الذي جاء لك عندما سمعت بخبر وفاتها؟ هل توقعت أن وفاتها بسبب طبيعي أم أن هناك أمر خلف هذا الشيء؟ يا أخي، هو السبب إنه اتصلوا علي ناس من هناك من القرية، اتصلوا علينا وقالوا لنا أختكم توفت. أخواننا لم يبلغوا إحنا ولم ندري إن هي يعني
تعذب ولا حد بلغ. احنا بلغوا احنا يوم ما توفت يوم الخميس بلغوا احنا، قالوا واحد من الجيران قال لنا تبصى حنش، يعني لقصة حنش تعبان. فشوية واتصلنا على ناس آخرين يتحققوا لنا من الأمر، شوية قالوا مسركها وجع، وبعدين اكتشفنا أنهم يحفروا لها قبر في منطقة قلوية في مسجل ماء، في مسجل حق ماء وادي. قلنا ليش ما يقبروها في مقابر المسلمين؟ هذا في شيء أكيد، في شيء غلط. طيب يعني هذه كانت ظروف محاولة دفنها دون أن يعرف الجميع، لكن لماذا حاول أشقاؤها الذين تحدث عنهم من أبوها ومن أبوها وأمها إلباسها قضية تتعلق بالشرف؟ ما هو سبب في ذلك برأيك؟ هم يشتي يغطوا جريمتهم يا أخي، يشتي يغطوا جريمتهم. وش بيقولوا؟ وش بيقولوا للناس؟ يعني على إيش قتلوهم هم؟ هذا اتهموها باطل، اتهموها باطل، يعني عذبوها يعني في وقت حياتها، وعذبوها عندما ماتها، وعذبوها بعد ما ماتها، اتهموها بالباطل. نعم. طيب الآن عبد العزيز، هل أنتم بصدد عمل شيء؟ هل هناك محاولات لتضييع القضية في النيابة لذلك تحرك الرأي العام، أم أنها تمشي في طريقها وهناك متابعات؟ نعم، لأخذ نعم القصص. نعم. احنا ما حاولنا رأي عام. هي يا أخي القضية من يوم 13/2 لحتى الآن، من يوم 13/2 واحنا تحولت رأي عام لها أسبوع، لأن القضية تمشي في بطء. يعني هناك محاولات لإبطاء هذه سير عمل التحقيق. في محاولات من أبوهم يدفع فلوس يشتي يخرج عياله. إذن أنت تقول الآن أن هناك محاولات من والدهم الذي هو في ذات الوقت والدكم لإخراج أشقائك من والدك من السجن، وهناك ربما محاولات لتضييع القضية لذلك تحرك الرأي العام من أجلها. في آخر طلب ربما أقول عنه طلب سيد عبد العزيز، هل هناك رسالة تريد أن توجهها للمجتمع والرأي العام ولوالدك وربما إخوتك الذين هم في السجن الآن والنيابة الجزائية بخصوص ما جرى لشقيقتك؟ نعم، أنا أريد أن أوضح أن البنت هذه مظلومة، وأنا أناشد الرأي العام وأناشد العالم وأناشد يعني بتحريك بما مطالبت، وأناشد النائب العام وأناشد العالم بأكمله أن القضية هذه، أن البنت هذه دمها في ذمة الجميع يا أخي. البنت هذه مظلومة، راح دمها هدرا، وأنا أطالب الجميع باتخاذ حق البنت هذه. نعم. إذا مشاهدينا الأعزاء، هذا هو عبد العزيز مهدي شقيق الضحية التي قتل ظلما وعدوانا خلال تقريبا شهرين إلى ثلاثة، يناشد الجميع بالوقوف معه لإحقاق الحق ومتابعة سير العدالة. شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا أخي عبد العزيز يحيى أحمد مهدي، ونتمنى من الله أن فعلا يتم إقرار العدالة في أقرب وقت ممكن.